السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. انا ام مكة ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تنوروني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله، ولايك كتير جدا للفيديو. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة سريعة، وصفة تعتبر من المقبلات طبعا، وممكن كمان تمشي معاكي أكلة أساسية. هنعمل معاكو سلطة بابا غنوج بس بطريقة مختلفة خالص. هنعملها بدبس الرمان بطريقة سوري برضو حلوة جدا جدا جدا. دبس الرمان مديها تيست عالي قوي، مديها طعم مختلف. عملت معاكو قبل كده برضو، عملتها بطريقة أشهر المطاعم السورية، هتلاقوها في القناة نزلتها، هتلاقوها في الفيديوهات موجودة. دي طريقة مختلفة خالص وطعم وتيست مختلف نهائي. هنعملها مع بعض زي المطاعم بالظبط. دي بقى سلطة بابا غنوج بدبس الرمان. بس قبل ما ابدأ الفيديو يا ريت تشتركولي في القناة وتفعلولي الجرس ولايكات كتير جدا للفيديو. اكلتنا النهاردة هحتاج بتنجانتين حجم كبير، حوالي دول كيلو الا ربع، حجمهم يعني مش صغير، لازم بتنجان الشوي يكون كبير. معايا حوالي 3 معالق كبار من الخل اللي هما في الكوباية دول، ودول بتنجانتين زي ما قلتلكوا كيلو الا ربع. معايا البهارات بتاعتي من كل حاجة، معلقة صغيرة، معايا فلفل اسود، ومعايا كمون، ومعايا كزبرة، ومعايا 7 بهارات، ومعايا ملح ابيض. من كل حاجة معلقة من بتاعة الشاي الصغيرة، ده المقدار ده يمشي كمان لكيلو بتنجان اسمر. ومعايا حوالي ربع كوباية من الزيت، ومعايا نص كوباية من الطحينة، ومعايا كمان هنا فلفل متقطع كده قطع صغيرة، فلفل اخضر، ولو الوان هيمشي معاكي برضه هيدي شكل ولون حلو جدا. ومعايا هنا طماطمتين وسط مقطعاهم مكعبات صغيرة، 3 فصوص من التوم كده عشان انا الهريسة بتاعتي فيها توم. ومعايا هنا برضه ليمونتين كبار، لو ليمون صغير حطي 3 ليمونات. ومعايا هريسة، الهريسة دي اللي هي الشطة الحمراء بتوم. انت لو مش عندك الهريسة ومش عايزاها سبايسي هقولك تعملي ايه. ومعايا هنا حوالي معلقتين كبار بقدونس مفروم. ومعايا هنا بقى دي اساس الوصفة النهاردة ان شاء الله، دبس الرمان. الازازة دي مش غالية خالص، كنت جايباها في فيديو مشتريات ب16 جنيه، اللي تقيلة قوي وخامتها حلوة جدا، من انضف انواع دبس الرمان. والخل والحاجات اللي تجيبيها هي الطيبات طبعا، دي اللي هنستخدمها النهاردة ان شاء الله في الوصفة. هنبدأ كده الوصفة ونسمي الله. هاجي على الشياطة بقى واحط معايا البتنجان عشان يتشوي. نقطة مهمة هنا بقى، البتنجان انا ما بحبش اشوي في الفرن، بيغمق لونه وما بيدكيش الريحة بتاعت المشاوي كويس، يعني اللون بتاع البتنجان من جوه بعد ما يستوي هوريهولكو بيغمق لونه في الفرن، وكمان ريحة الشوي دي ما بتلاقيهاش. فافضل طريقة ان انت تشويه على الشياطة على البوتاجاز من فوق. كده كان فات حوالي ما فيش 10 دقايق، انا مخلية النار معايا وسط وحط الشياطة وببدأ اقلبهم بالشكل ده. كل ما بتبدأ منطقة تستوي في البتنجان ببدأ اقلبها اليمة التانية. هياخد معاكي حوالي ربع ساعة على النار او تلت ساعة بالكتير قوي، تفضلي تقلبيه بالشكل ده لحد ما يستوي معاكي كده. انا كده كان خلاص خد معايا حوالي تلت ساعة وكان استوى وبقى تمام خالص، بصوا شايفينه بالشكل ده. هطلعه بقى في طبق كده يبرد خالص وهقشره وارجع لكم برده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ولو حابين تقشروه هو سخن كده هتسيبه عليه المية بسيطة ضعيفة خالص وتقشروه. كده كان خلاص قشرته معايا انا تحت المية، كان لسه سخن معايا وقشرته. ولو حابه تسيبيه يبرد وتقشريه بايدك عادي من غير ميه خالص هيتقشر. بصوا قلبه من جوه ابيض ازاي، لو انت عاملاه بقى في قلب البوتاجاز اللون من جوه هيغمق، مش هيبقى ابيض وفاتح معاكي كده. هجيب الطبق اللي هبدا اشتغل فيه كده وهنزل بيه بالبتنجان. انا هنا برضو في نقطه مهمه هقول لك عليها، انا بهرسه كده بالشوكه او ممكن كمان بالهراسه، تهرسيها هيمشي معاكي. ما بحبش خالص اضربه في الخلاط، هتضربيه في الخلاط هينزل الميه بتاعته ومش هتحسي بطعم البتنجان معاكي، هيبقى عامل زي الطماطم اللي هي المضروبه في الخلاط بتاعه الاكل كده، ما بنضربها في الخلاط ما بيبقاش طعمه حلو زي ما تكوني هرساه كده بالشوكه، بينزل السوائل بتاعته ما بيبقاش طعمه حلو خالص. كده بيحتفظ برضو بالميه بتاعته جوه، وبتيجي تاكليه بتحسي ان انت بتاكلي فعلا سلطه بابا غنوج. كده خلاص معايا هرسته كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده البتنجان معايا تمام وجاهز عشان نتبله. دي البهارات بتاعتنا زي ما قلتلك من كل حاجة، معلقة صغيرة ملح وفلفل وكمون والسبع بهارات. ومعايا كمان فلفل ده انا مقطعاه قطع صغيرة خالص، ولو عندك الوان حطي برضه هيمشي معاكي. معايا طماطمتين مكعبات صغيرين وممكن كمان تبشريهم. ومعايا هنا بقدونس مفروم، دول حوالي معلقتين كبار بقدونس مفروم او نص ربطه زي ما بيقولوا. ومعايا كمان دي هريسه، دي سبايسي شويه بقى، لو انت مش حباها سبايسي
هتزودي توم بس وخلاص. انا الهريسه دي مدقوقه بتوم، فانا حاطه هنا حوالي 3 فصوص بس من التوم. لو انت مش مدقوقه معاكي هريسه او مش هتحطي هريسه او ما فيهاش توم، هتزودي نسبه التوم شويه، هتخليهم حوالي 5 6 فصوص. هحط كمان معايا كده الخل، وهحط نص كوبايه من الزيت، وهحط معايا كمان نص كوبايه من الطحينه، ربع كوبايه زيت ونص كوبايه طحين. وفي ناس على فكره في المطاعم السوري بيستغنوا عن الطحينه وبيعملوه بالتتبيله دي بدبس الرمان من غير طحينه خالص. معايا بقى الازازه بتاعه دبس الرمان، زي ما قلت لك هي اساس الوصفه النهارده. دبس الرمان هيدي تيست مختلف خالص معاكي للبابا غنوج، هيدي له مزازه حلوه قوي، طعمه هيبقى مختلف ملوش علاقه خالص لا بالخل ولا بالليمون. هو الغطا ده بتاعه بيبقى محكم الغلق كده. الوصفه دي المفروض تاخد معايا معلقتين دبس رمان، انت حابه تحطي المعلقتين في المرحله دي انزلي بمعلقتين كبار زي دي كده. انا بقى احط معلقه دلوقتي على التتبيله كده وانا بقلبها، والمعلقه التانية هحطها على وش الطبق بعد ما ابدا افنشه خالص في الاخر، هتدي شكل حلو جدا. حابه تزودي المعلقتين وتقلبيها كلها برده هتمشي معاكي وتبقى تمام. انا معايا هنا ليمونتين بقى انا منضفه منهم البذر خالص، هبدا اعصرهم. لازم الليمون يكون ميته كتير، الوصفه دي اساسها خل وليمون برضو بيغيروا في الطعم خالص. انا معايا ليمونتين ميتهم كويسين، لو انت صغيرين خليهم 3 ليمونات، او لو ما فيهوش ميه كتير فخليهم 3 برضو. هبدا اعصر الليمونتين معايا بالشكل ده، من افضل الاطباق اللي ممكن تحطيها مقبلات وجنب الكفته وجنب الكباب والحاجات دي بيبقى حلو جدا. ولو هتعمليه طبق نواشف بقى معاه بطاطس محمره ومعاه بيض مع اي حاجه هيمشي معاكي اليوم ويبقى اكله مختلفه خالص. هقلب كل المكونات الحلوه دي مع بعض كده بالالوان الحلوه دي، ولو كان في فلفل اصفر كمان كان هيدي شكل حلو جدا. هقلب كده كل الخلطه مع بعض بالشكل ده. لو انت عملتيها بقى في الخلاط هتحسيها مرقه خالص زي ما بيقولوا، الملمس بتاعها يبقى ناعم زياده عن اللزوم، مش هتبقى حلوه خالص. واللي حابب برده اعملها له كده يقول لي في التعليقات وانا اعملها لكم برده في الخلاط وتبقى ناعمه قوي، بس انا بصراحه بفضلها كده. خلصتها وقلبتها كويس، هبدا انزل كل التتبيله بتاعه البتنجان بتاعنا كده في طبق التقديم. بصوا شايفين شكله ولونه ما شاء الله عليه. هبدا افرد ده، وعايزه اقول لكم التقديم دي حاجه مهمه جدا يا جماعه، ما تهملوش فيها، يعني مش تتعبي في الاكله وتعمليها وتقعدي تحبكي بقى في البهارات وفي التست بتاعها يبقى عالي ازاي، وفي الاخر تحطيها في اي طبق ما يبينش شكلها. لا بالعكس، انا ممكن اسيبها كده عاليه زي ما انتم شايفين، وممكن افردها زي ما هوريكم كده. بصوا بدات افردها وبساوي برده الاحراف بتاعتي، ولو الحرف عندك حتى في شويه من الاكل جه عليها امسحيها بمناديل المطبخ، حاولي تكسري اللون زي ما بقولك باي حاجه، بيني شكل وجمال الطبق عشان يبان الطعم كمان معاكي. يعني لو الطعم كويس جدا وشكل الطبق مش حلو مش هيوحي طبعا ان الاكل اللي فيه كويس. هبدا انضف بس الطبق كده بمناديل المطبخ. انا فردتها بالشكل ده، بصوا عايزه تقدميها كده قدميها، بس حابه انا ازود بس خيار كده عليها يبين الجمال بتاع الطبق ده. خيار انا مقطعاه طرنشات زي الورده كده معايا، هبدا ازين بيه الطبق. ممكن تزيني بقى بفلفل الوان، ممكن بخيار، ممكن بطماطم كمان، بس الخيار هيكسر معايا اللون كويس قوي. هبدا الف كده عليها واعمله زي شكل ورده بالظبط. بصوا حبايبي ما خدش مني اي وقت خالص، خيارايه واحده شكلت معايا الطبق وخلى شكله حلو جدا، احلى ما كنت هسيبه ساده خالص. انا بقى في اول فيديو قلت لكم بحط معلقتين دبس رمان على الوصفه دي، حطيت معلقه. دلوقتي بقى هبدا احط المعلقه الثانيه. بصوا الدبس الرمان معايا تقيل عامل ازاي، بصوا سمكه تقيل جدا. هبدا انزل بيها اعملها زي زجزاج كده، هتبقى معايا برضو على الوصفه وهتدي معايا شكل حلو جدا في التقديم. بصوا حبايبي شكلها كده احلى بكتير. انا مقلبه دبس رمان معاها، بس عشان اعرف اللي بياكل ان الطبق ده فيه دبس رمان فحبيت احط فوق شويه، هيدوا تيست حلو برضو وشكل حلو جدا للطبق. بصوا شايفين الجمال ما شاء الله عليها، ما خدش معايا وقت خالص. ينفع اكله اساسيه، ينفع مقبلات، ينفع في رمضان كمان. ولو حباه ما يبقاش سبايسي، وده هيبقى سبايسي معايا طبعا، هتستغني عن الدقه بالشطه الحمراء اللي انا حطيتها اللي هي الهريسه، معلقه الهريسه استغني عنها وزودي معاكي في التوم شويه، وبعدين كملي الوصفه عادي خالص.
بص شايفين ما شاء الله عليها حلوة جدا. دبس رمان ده مفيد جدا وبنستخدمه في اكلات كتير. ان شاء الله الفترة الجاية هقول لكم بندخله في اكلات ايه، بس جربوها بقى وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، ولايك كتير جدا للفيديو، واستنوني الفترة الجاية.